والدته كابتن دوت كابتن ابراهيم دي اتصل عليها وقال لها انت واقفين باب والد محمد، الرقم دي بتاع والد محمد. قالت له بس سايب الخط مع ابوه. راح قايل لها محمد من قيمه ساعه ساب الشنطه بتاعته مع صاحبه ومشي مش لاقيينه. اي محمد ما سيبش شنطته مع صاحبه. محمد اول ما بيطلع من النادي بيجي على البيت على طول. فاتصلت على والده ايه روح فين محمد، يقول له ما احنا لقينا الشنطه بتاعته مع صاحبه ومش لاقيينه. قال لهم ازاي يعني محمد من قيمه ساعه انا كنت هنا بعد ما جبته؟ هو جابه الساعه 6 الصبح ابوه ورجع بابا وصله النادي امبارح الساعه 6 الصبح. الساعه 6 الصباح حلو. وراح بقى ابوه ودى المدير بتاعه بتاع الشغل وجبت على نادي الكهرباء وجه رجع لقى مال ازازه ميه وجاي. قال له يا محمد خلصت عشان نمشي؟ قال له لا ده انا لسه فاضل لي ايه كمان دور اخده. بابا كلمه بابا هو بقى يشاور لابوه. ابوه كان واقف قصاده وابوه بقى مشي راح الشغل. راحت والدته بقى راحت متصل على ايه على اخويا في الشغل وقالت له ده الكابتن بيتصل عليا. قال لها ما اتصلوا عليا انا رحت. خد بعضه بقى وراح اخويا ايه عمال بقى يدور على ذمه ان محمد مش غرقان في البحر. ازاي ان هو خرج؟ ازاي ان هو مشي؟ ازاي ان هو راح كده؟ يقولوا احنا مش عارفين، احنا ساب الشنطه مع صاحبه. قال لهم ساب الشنطه مع عمره ما ساب شنطته مع صاحبه. عمره ما ساب شنطته. هم كانوا بيقولوا الكلام ده ان هو ساب الشنطه ومشي. قال ساب الشنطه ومشي. فاللي كانت معاه اللي هي كانت بتتدرب معاه دي وطالعه معاه هي اللي شافته. قالت لهم ده المركب بتاع محمد بتاع الكابتن طالعه لوحدها بمؤدف واحد. فطلعوه. فاحنا بقى عرفنا الخبر كده فجينا كلنا وقفنا ما لقيناش اي حد الا غطاس واحد. الكلام ده امبارح. احنا من امبارح الساعه 2 واحنا قاعدين في قلب ال انتوا كنتوا بتدوروا وكرشونا بالليل كلنا من قلب النادي وطلعوا الرجاله كلها وطفوا النور وقالوا ممنوع حد يقعد هنا. وفاولاد خالتي بقى واخواتي كلهم اتخانوا وقالوا ازاي واحد غطاس واحد يدور على ولد في بحر دي كله ازاي يعني. فروحنا بقى جابوا كام غطاس ما الدنيا قامت بقى ولقينا الشرطه جت والدنيا جت كلها وجابوا كام غطاس وقعدوا بقى يدوروا طول الليل. بقيتنا انا ووالدته وعمته بس اللي هناك وكام واحد من خواله وروحوا بقيت العيله كلها لكام. والصبح جينا بقى قعدوا يدوروا. لو انا كنت بقول لهم هو مكان ما وقع تحت الكوبري هتلاقوه تحت الكوبري. ورحت بالليل وقلت لهم خلوهم ينزلوا نهار قدام بنت اختي وجريت على الكوبري وقلت لهم محمد ما اتحركش مكان ما وقع. والصبح والوقت برضه طلعوه مكان وقع ما اتحركش من لا حول ولا قوه الا بالله. يعني لو كان لقى حد يغيطه او لقى كابتن اللي معاه المدرب بتاعه ازاي ان تسيبه واحد ماشي في البحر لوحده؟ ازاي تسيبه شاب عنده 19 سنه قدر ان هو 100 لعيب و100 كابتن و100 بتاع ازاي ما تراقبهوش؟ ازاي؟ ازاي؟ ابن اخويا دوت اللي مات دي مين هيجيب له حقه؟ مين اللي هيجيب له حقه؟ احنا عايزين حق. احنا عايزين حق ابن اخويا. ابن اخويا من حقه مش هيروح حضر. احنا عايزين حق ابن اخويا.